وعن ملف قانون العفو العام ينضم إلينا الآن مباشرة الباحث في الشأن السياسي الدكتور صلاح الكبيسي. دكتور الكبيسي أهلا بك. إذن هناك لغط كبير، اختلافات كثيرة حول إدراج قانون العفو العام والتعديلات التي ستكون عليه في المرحلة القادمة، يعني هل نستطيع القول بأن هذا القانون وصل إلى مراحله الأخيرة وبالتالي الإمكانية من إدراجه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب المقبلة؟ نعم، تحية طيبة لك أخي العزيز ولمشاهدي قناتكم المحترمة. يعني للأسف الشديد اليوم الصراعات التي تمر على المشهد السياسي العراقي، أزمة خلو مجلس النواب وعدم تعاون بعض الكتل في هذا الأمر والتسويف والمماطلة المتعمدة أدت إلى تأخير تشريع هذا القانون. هذا القانون الآلاف من العوائل العراقية تنتظر تشريعه لوجود أبرياء. نحن نعلم جيدا أنه مرينا بفترة صعبة جدا مرت بالعراق، هناك تداعيات، المخبر السري سيء الصيت، وبالتالي السادة القضاة كانوا يتعاملون مع الأوراق التي ترفع للمتهم، وبالتالي هناك مجموعة من المظلومين، وهذا ما أكدته يعني الأحداث اللي مرينا بها. وعندما أعيدت بعض المحاكمات بعد عفو عام 2016، بعض المحاكمات عندما أعيدت كان هناك المئات من الأبرياء الذين كانوا ضحية المخبر السري. للأسف الشديد اليوم نحن بأحوج ما نكون إلى تشريع هذا القانون والمضي بفتح صفحة جديدة للبلاد. العراق في مرحلة بناء سياسي جديد وعقد سياسي جديد، وبالتالي علينا أن نترك تراكمات المرحلة الماضية وأن نشرع ببناء جديد حفاظا على تركيبة المجتمع العراقي والعلاقات الاجتماعية بين العراقيين. مرينا بفترات صعبة أخي الكريم، منها سيطرة التنظيمات الإرهابية على المدن العراقية، والمواطن العراقي كان ضحية لهذا الأمر. ما ممكن اليوم، يعني اليوم النسخة المرفوعة من مجلس الوزراء العراقي إلى السلطة التشريعية إلى مجلس النواب هو تعريف عملية الانتماء. طيب ما هي عملية الانتماء اليوم إذا كان مواطن عراقي قد وقع ضحية لسيطرة تنظيمات إرهابية في مدن العراق مثل الموصل والرمادي وتكريت وغيرها؟ يعني هذا المواطن لا يحاسب، تحاسب القيادات الأمنية التي كانت هي السبب في سقوط هذه المدن بسبب يعني الفساد واللامبالاة. وبالتالي نعم، تأكيد لكلامك دكتور الكبيسي، يعني أعضاء في اللجنة القانونية أكدت أيضا أنه مشروع القانون الحالي ما يتضمن كثير من التفاصيل بسبب وصول المسودة من الحكومة التي تشمل مادة واحدة وهي فقط تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية. إذن كيف يعني هذا القانون كيف يمكن أن يسهم بخروج الأبرياء الكثر الموجودين في السجون؟ يعني هو هذا الشيء اللي قصدناه في كلامنا. يعني أنت مريت بفترة صعبة، كان هناك سلاح منفلت في الشارع العراقي أيام 2007 و2006 و2008، هذه الأيام الصعبة التي مرت على المجتمع العراقي. للأسف الشديد منذ ذلك الوقت كان هناك تمييز في العقوبة بين طوائف المجتمع العراقي، للأسف نقولها. يعني عندما يحمل السلاح ابن الأنبار أو ابن نينوى في فترة كانت الدولة غير مستقرة بها، كان يعرف بأنه إرهابي. في محافظات أخرى كان يعرف بأنه خارج عن القانون. اليوم عندما تريد تعديل قانون العفو العام أو تعديل الانتماء، هنا ستكون أنت أمام حجر عثرة بهذا الأمر. ما ممكن أنت اليوم أنه تعفي عن إرهابي، لكن مطالبنا الأساسية، طبعا النسخة اللي جت من الحكومة العراقية من الممكن التعديل عليها، من الممكن أنه تصاغ أو تعاد صياغتها من قبل السادة النواب، باعتبار أخي السلطة التشريعية هي المسؤولة عن إصدار القوانين. الحكومة العراقية ترفع مقترحات للقوانين، لكن من يصيغ هذه الأفكار ويعيد بناء هذه الأفكار هي السلطة التشريعية. للأسف ما نلاحظ اليوم تدخلات
في عمل السلطة التشريعية وإملاءات تقع على السلطة التشريعية، وبالتالي السادة النواب أيضا مقيدون. يعني يوم أمس للأسف أحد قادة الكتل السياسية يحاول فرض بعض الأمور على الكتل السنية، الضغط باتجاه سحب ترشيح السيد سالم العيساوي. هل هذا منطقي؟ إذا كان في مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب وهناك ضغط من رئيس كتلة معينة باتجاه سحب مرشح، فكيف سيكون الحال في قانون مصيري وقانون ينتظر آلاف العراقيين، بل ملايين العراقيين ينتظرون إقرار هذا القانون؟ بالتأكيد هناك مصادرة لآراء السادة النواب، وهناك ضغوط سياسية قوية تقع على السادة النواب. طيب. من أجل السيطرة على قرارهم. طيب. أخي، من يتعامل مع القرار السياسي ومن يتعامل مع بناء القوانين هم السادة النواب وليسوا زعماء الكتل السياسية. دكتور كوبيسي، يعني هناك بالفعل مساعي نيابية لإضافة فئات أخرى في تعديل العفو العام، ومن بين هذه الإضافات متعاطي المخدرات، مرتكبي جرائم القتل غير العمد. هل سيستطيعون إضافة هذه التعديلات لمشروع التعديل؟ يعني لنكون منصفين، التعاطي هو ضحية مجتمع وضحية مؤسسات حكومية لم تكن مهتمة بهذا الجانب، وسمحت لتجار الموت أن يتمكنون من نشر هذه الثقافة بين أبناء المجتمع العراقي. علينا أن نكون بنائين ومصلحين في عملية إعادة بناء المجتمع والقضاء على الظواهر السلبية اللي ظهرت للأسف الشديد لدينا في مجتمعاتنا. وبالتالي أنا أرى التعاطي هو ضحية لسوء إدارة وضحية لتجار الموت المنتشرين في داخل المجتمع العراقي، إضافة إلى بعض الأحكام الأخرى كالقتل الغير عمد. أخي الكريم، القتل الغير عمد وبالتالي هو غير متعمد للقتل، يشترط في ذلك المصالحة. هذه الأمور كلها تقع ضمن تنظيمات يسنها مجلس النواب العراقي ويرتب هذه الآليات من أجل أن نحصل على الإفراج عن أكبر عدد ممكن. لكن مطالباتنا بالعفو العام، ما ممكن اليوم انه نطالب بالعفو عن القتلة اللي تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي. لكن في نفس الوقت علينا ان نميز بين من تورط بدم الشعب العراقي وكان سببا في إراقة هذه الدماء، ومن كان ضحية المخبر السري ولا علاقة له. طيب. بإراقة الدم العراقي. هنا يجب أن تشرع تشريعات خاصة لهذا الأمر، وأن نجتاز المرحلة الصعبة اللي مرينا بها خلال السنوات السابقة من يعني تداعيات المخبر السري. للأسف مرينا بفترة مظلمة، وللأسف الشديد أكررها، السلطة في مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب خلال السنوات السابقة الخمس سنوات السابقة لم تولي أي أهمية لهذا الأمر. كان على رئيس مجلس النواب وعلى اللجان النيابية منذ عام 2018 ولغاية اليوم أن يولون اهتمام لهذا الأمر. للأسف من 2018 ومن 2017 ولغاية الآن لم يكن هناك اهتمام بهذا الأمر، والشعب العراقي ينتظر هذا القانون. يا أخي، خلينا نزيح هم من الشعب العراقي. هناك الآلاف من الأبرياء في السجون، ماذا نب هؤلاء؟ هناك الآلاف محكومين بأحكام مشددة كالإعدام والمؤبد بسبب المخبر السري. علينا أن ننصف هؤلاء، وعلينا حتى القانون أخي الكريم، يعني هؤلاء المظلومين. نعم. أنا أعتقد أنه يسمى قانون إنصاف الأبرياء وليس قانون العفو العام. طيب. ماذا بالمعتقلين الذين اعتقلوا؟ يعني... طيب. نعم. ربما ذكرت أيضا هناك مقايضة إن صح التعبير بتأييد وترشيح السيد العيساوي لرئاسة البرلمان، لكن هناك أيضا من يضع تعديل قانون العفو العام بسلة واحدة مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، بل ويشترط التمرير الثاني. ألا يعد هذا ابتزازا سياسيا ونترك أولويات المواطنين؟ يعني هذه الثقافة بنيت خلال السنوات السابقة على تمرير القوانين في سلة واحدة. للأسف عندما يكون هناك خلاف شعبي أو خلاف سياسي حول قانون معين، تلجأ الكتل السياسية إلى درج عدة قوانين في سلة واحدة. وهذه القوانين يعني نعم تكون مثل المساومة السياسية، أنه أنا أمشي قانون العفو العام على أن يكون معه قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. نرى أن هناك لغط شعبي كبير حول قانون الأحوال الشخصية، ومن غير الممكن اليوم أنه تسير في اتجاه
يعني إقرار قانون عليه لغط جماهيري كبير وعليه عدة مؤشرات، وبالتالي أنا أرى هذا الأمر للأسف هو مساومات سياسية أنه أنا أمشي قانون العفو العام على أن يكون من ضمن قانون الأحوال الشخصية. نتمنى من السادة النواب أن يكون هناك تحرر من إرادات زعامات الكتل السياسية، وبالتالي كل نائب ينظر إلى مصلحة البلد بصورة منطقية وبصورة صحيحة حتى تصير القوانين اللي ننتظرها من سنوات. يعني تعديل قانون الأحوال الشخصية أمر استجد بالآونة الأخيرة، لكن تعديل قانون العفو العام لدينا أبرياء ومظلومين منذ عام 2007 و2006 ومنذ انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد مجموعة من المظلومين والجميع يشهد بذلك، والدليل عندما أعيدت محاكمات البعض من المحكومين تحولت أحكامهم من الإعدام إلى البراءة. هنا يجب أن نميز أنه كان هناك خلل، والخلل واضح، لا نقصد به أبدا السادة القضاة، لكن الخلل كان واضح في الإجراءات التي تسبق وصول المتهم إلى السيد القاضي. إذن الدكتور صلاح الكوبيسي الباحث في الشأن السياسي، شكرا لهذه الإيضاحات.